يقول: عندما وصلنا الميقات طيبت بدني بالطيب، فأصاب بعضه الثياب، وذلك قبل أن أنوي الإحرام، هل علي شيء؟ لا، إذا طيبت بدنك قبل الإحرام هذا سنة أنك تطيب قبل الإحرام، وإذا انتقل الطيب من جسمك إلى ملابس الإحرام مع العرق أو فلا حرج في ذلك، لأنك لم تتطيب بعد الإحرام، وإنما هذا قبل الإحرام، وكونه أصاب الثوب بعد الإحرام ما في بأس. نعم، إنما لو أنك أنت عمدت وجعلت الطيب على بدنك أو ثوبك بعد الإحرام هذا حرام، لا يجوز.